زوينه البنات، شايعه البنات، شوفوا لي رقيقه وزوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه تكون خفيفه. غادي نمشيو للغرامات ديالها. بالنسبه للغرامات فهي 10.46، وهذه البنات 10.43 غادي نضربها في 450 درهم للغرام. لحقتاش باش كنقولوا حنا قل من 10 يعني اولا اكثر من 10 كنبداو من 11 الفوق ياك. 10.46 450 قلت لك كلشي اللي بغيتي نضرب كلشي ليه طردكم شايعه انجلس. غادي نضربها ب 440 البنات، راه كل يوم غادي يدوز كله 440. سمحوا لي بزاف، كلشي غيدوز ب 440 درهم من الغرام، ما كاينش اليوم اقل من 10 واكثر من 10، اليوم كلشي 440. انا خصني نزيد عليكم، شفتوا شفتوا نوضك الجوني دروك فيها 8 د الغرام ماشي غدوز ب 440. الله الله هادشي زين والله الا هانتوما البنات 4600 4600 درهم اللي هي 92000 ريال البنات و20 درهم تقريبا ياك رشيد. 92000 ريال صافي ما نزيدش ليك ديك جوج فرانكات التاليين. 92000 ريال لهاد التعليقه هذا عفوا هاد الرادكو البنات، كنت باغي نزيد عليكم شفتوا. هانتوما البنات شوفوا ليا رادكو كيحمق ب 92000 ريال. اللي عجبتها غير سكرين ودوز الواتساب ومرحبا. غادي نمشي لكم لوحده اخرى كاين اليوم كلشي ب 440. هانتوما حتى شي حاجه اليوم ما لراتكم، ما كاينش اليوم قل من 10 اكثر من 10، كلشي دابا كيقل كيكثر، كلشي ب 440. هانتوما البنات شوفوا ليا راتكو شحال زوينه هادي براسلي اللي في الدك داك العريض. واخا اختي انا نعطيك الثمن ديالو مونيا دور وك راني ندوز هاد راتكو بقاي معايا في اللايف ومرحبا. شوفوا لي هادي راتكو غزاله البنات، غادي نديرو الغرامات ديالها. هذا راه راتكو كله جديد ما كاينش هنا مستعمله البنات. دونك هادي فيها 10 الغرامات فاصله 04 440، جاتها 4417 درهم. 4417 درهم اللي هي 88000 ريال و300 تقريبا، 88000 ريال و300. هذا هو لو بري ديالها البنات، اللي عجبتها غدير سكرين ومرحبا. وغادي نمشي لكم لهادي الاخرانيه، المهم غادي نوريهم لكم غير هكاك لانني غادي نشد الوقت لقيت لبسهم في الطاب ديك الصدر. شوفوا البنات راتكو غزاله البنات اختي، بغيت نشوف انواع الكلو. الكلو اختي راه كاينين في كاينين في لاباج، دوزي لاباج وشوفيهم الا عجبك شي واحد فيهم دوزي عندنا الخاص. شوفوا البنات غادي نمشيو للغرامات ديالها. دونك هادي 10.64 440، جاتها 4681 درهم. 4681 درهم اللي هي 93000 ريال و600، 93000 ريال و600 لهاد الراتكو هادي البنات. اللي عجبتها غير سكرين ودوز الواتساب ومرحبا. اليوم كلشي ب 440 درهم، غير اللي ما بغاش يشري الراتكو اليوم ما كانش الراتكو 440 450. تبارك الله عليكم دابا مزيان عجبتوني اصلا، كنت باغا الراتكو شحال وانا نستناه. الله يسر لكم ان شاء الله. شكرا اختي كوثر لله يخطيك اختي. شحال الخاتم اللي دايره هنا خاتم حبيبه راه لابسه، شحال من خاتم هنايا. كاينه هذه ديال لويتا البنات، كاينه هذا اللي فيه القليب، كاينه هذا اللي فيه دقات القلب، وكاينه هذا ديال جاكوار. شوفوا البنات هذه ديال لويت غزاله شي حاجه واعره البنات. شوفوا اش كيبان في الانستغرام وفي كلشي. غادي نمشيو للغرامات. 10.34 في 440، جاتها 4549 درهم. 4549 درهم اللي هي 90000 ريال. شحال هادي 90000 ريال و900، 90000 ريال و900. رشيد ماك اخويا كاع هاد النهار ما كاعيش والله ما كاعي ما 90000 ريال و900. المهم يكون اللايف ديالي انا اختك تكون ناشط ما تخصكش تكون كاعي فين كاعي عليك انا ديما ناشط نيتات. شوفوا البنات هادي ديال لوبيا، هادي ما يسمى لوبيا او ما نعرف المهم هادشي اللي كنعرف. هادي يسمى لوبيا البنات، موديل ديالها زوينه البنات غزاله حتى هادي في الشكل ديالها ديال. شوفوا الشكل كيفاش داير غزاله البنات. حاولوا نتوما هايدي غادي نمشيو للغرامات. المهم راه الكره ما يشقاش انك تدخلي غير فهمتي، ما يشقاش انك تسكري بزاف ولا لا باين. انا غادي ندخل تقول لنا الغرامات اللي بغيتي وحنا غادي نقول لك الثمن بهذو اللي غيدوزوا لهم ب 440 درهم.
كنخافو يتخدم فهمتي واخا تسكريني واحد ونعطيو واحد اخر اللهم يعقلوا على الجرامات واه تعقلي على الجرامات 440 جاتها 4985 درهم هانتوما البارح ما نقولش غادي نزيد عليكم الثمن 4985 درهم اللي هي 99000 ريال و700 تقريبا 99000 ريال و700 هذه ديال لوبيا غزاله عقلوا على الجرامات او سكريني وغير الجرامات نتاع نتاع الراتكور حنا غادي نشوفوا لك الثمن هانتوما وغادي نمشي لكم اخر وحده في هذا الصدر هذه ثقيله تبارك الله عريضه وزوينه كتجي في اللبسه ديالها غزاله فوزيه اللي كتعرف فوزيه طاقيها لنا الا بغات شي راتكو دونك هذه فيها 17 غرام فاصله 56 في 440 جاتها 7726 درهم 7726 درهم اللي هي البنات 154000 ريال و500 154000 ريال و500 لهاد الرادكو هذه العريضه ديال لوبيا العريضه البنات غادي نمشي لكم لهاد السرتله ديال الورده حتى هذه ب 440 السلام عليكم السلام تبارك الله عليك خاتم ديال الحجره كبيره خاتم ديال الحجره الكبيره وين راه بغيت خاتم ديال الزواج ولا كيفاش اختي ما عندكش رادكو منقوشه لا حبيبه ما كاين بقى عنده شي وحده يمكن كانوا عنده تباعو كلشي اختي تباعو لنا مبقاوش هذوك المنقوشين جبناهم بصح تباعو يعني حاولي الا بغيتيهم دخلي عندنا الواتساب ونجيبوها لك مرحبا حيت مبقاش سلمى خاتم تبارك الله عليك خاتم ديال الحجره كبيره كيفاش حجره كبيره الزينه ديالي واش بغيتي خاتم ديال المرياج ولا خاتم سولو ولا كيفاش ولا ديال ديما ما فهمتش حجره كبيره لان كاين بزاف ديال الخواتم اللي فيهم حجره كبيره واش نتاع المرياج ولا الاخرين حاولي تشرحي لي اختي الطلب ديالكم مرحبا بك هانتوما البنات هذه ديال الورده حاولوا البنات بارطاجيو اللايف ماكسيموم عافاكم اختي بغيت هذه السلسله منيا اين السلسله الزينه ديالي دخلي الواتساب اكدي لنا السلسله اللي بغيتي الجرامات ديالها شحال عصير الصابون الصغير قدامك حدا العريض هادو حبيبه كلشي غيدوز ب 440 درهم الغرام بقى معايا في اللايف ومرحبا هانتوما البنات ديال الورده صحيحه وزوينه ومتينه وعمليه ديال ديما الدوره ديالها صغيره غير حاولوا البنات دخلوا عندي الواتساب عطيوني الدوره ومرحبا انا نعطيكم لاختيك اللي غتجي قدكم دخلي عندي قولي لي في اللايف اللي دازوا فيه كلشي ب 440 وقولي لي الدوره ديالك ونشير لك ولا طلبي لي لاختيك اللي عجباتك وسمحوا لي كما قلت لكم ما نجمش نعطيكم دابا الدوره حيت غادي نشد الوقت بزاف ولا شوفوا لاختيك وشوفوا ديال اللايف راه كله يعني راه بزاف ديال لي زارتيك حتى هذوك بغينا نرتبه بغيتيهم لا فيه هذا نهضي على باك هذا الدماج ديال الورده البنات فيهم 32.94 في 440 جاتها 14493 درهم 14493 درهم صافي هي هذيك وغادي هي ديال البنات 14493 درهم في 20 جاتها مليون مليون و100 مليون و89 مليون و89 الف ريال و800 مليون و89 الف ريال و800 لهاد الاخرى هذيك لهاد السرتله ديال الورده صحيحه ومتينه البنات وغزاله وشي حاجه اللي واعره شوف لهم الدوره ديالها راه شي دايره بنتي اخويا الله يحفظك شوف لهم الدوره ديالهم هذه اللي في يدك جديده واخا اختي بالنسبه لهذه جديده في هذه 17 غرام فاصله 93 تقريبا راه غادي نشوف لك وحده اخرى هنا بحالها ونشوف لك شحال دايره خاتم هذه حجره كبيره ديال الحضور واخا اختي مرحبا بق ها انت اختي شوفي هادو بثلاثه كاين هذا اللي على شكل دمعه وكاين هذا اللي منقوش ومسيرتي بالحجر في الجناب شي شويه فيه حجره خضراء وكاين هذا العادي منقوش حتى هو ستر خوادي تقريبا هكذا الموديل ديال تخوادي وفيه حجره حميمه شوفي اللي عجبك فيهم ديروا لي سكرين دوزي عندنا الخاص ومرحبا داينه
شوفي اللي يعجبك فيهم دوزي الخاص، مرحبا نعطيك لو بري ديالهم وشوفي الدوره ديالك حتى هي مرحبا. لك الله يجيب قدك، لا جاش قدك ولا عجبك ما جاش قدك راه نلقاو له الحل ماشي مشكل. اختي لي شكرا فاطمه زيزو مصطفى شكرا بزاف. شوفي لي براسلي العريض، براسلي العريض مرحبا اختي خواتن ديال مارياج اختي عافاك. واخا اختي فاطمه غادي نوريهم ليك واش كاين عصير صابون براسلي. نو عصير صابون براسلي ما كاينش الزين، عصير صابون كله راه كيرا من زمان هو عصير صابون، ما كاينش حاجه عصير صابون براسلي كانت شي حاجه شايفاها ولا